مساء الخير، شكرا على التقديم وتشكر رابطة الشرعيين على دعوتهم لنا ومشاركتهم بلنتتهم الرائعة والمليئة بالمعلومات المتقدمة بالإشعاع. طبعا اخترت هذا الموضوع لأنه موضوع كثير نحن شائك بالنسبة لنا وكثير عملي ودائما بخبزنا اليومي. والألم البطني الحاد بشكل عام ألم يعني نحن شكاية شائعة جدا ونسبة ارتداد على الأشعة والإعادات عالي، والمقاربة بالنسبة لها أحيانا كثير بتتطلب جهد كذا اختصاص. هل ألم البطني دائما المريض بيجي لنعرف حجم الشكاية على حجم المرضى اللي بيجوا بيشكوا من ألم بطني على الإسعاف بشكل تقريبا 10% عالميا. في أحد الدراسات الإحصائية لا على التعيين من أصل 100 مريض دخلوا يشكوا من ألم بطني الإسعاف، طبعا نحن بنشكي عن ألم بطني الحاد الإسعافي وليس كل ألم بطني بيجي على العيادة، من أصل 1000 حالة تقريبا في عنا 34% حالات غير نوعية. لأنه نطلع على الإحصائيات، التهاب الزايد الحاد 28%، التهاب المرارة 10%، انسداد الأمعاء 4%، القرحات المثقوبة 3%، التهاب البنكرياس الحاد اللي هو الحالة الداخلية الجراحية غير الجراحية 3%، التهاب الرتوج 2%، أسباب أخرى. النسبتين السفليتين الأخيرتين هذول بدلونا قديش نحن إنه نحن بنقبل 20 لـ 40% نسبة الألم البطني الحاد اللي بيرتادوا الإسعاف، بس اللي بينقبلوا بالمشفى 50 لـ 65% منهم بيكون التشخيص المبدئي اللي بنحط بالإسعاف اللي ينقبل بالشعب بيكون خاطئ، بيرجع بتصحح التشخيص لما بيدخل على القسم وبيتابع. إذا نحن قدام متاهة حقيقية، ألم بطني صندوق مغلق، ألم بطني بأحد أرباع البطن بكل البطن، متاهة حقيقية. وقدام هاي المتاهة بيجينا كذا صورة للألم البطني المريض كيف بتوجع. ممكن يجي المريض صامت ما بيحكي أي كلمة ويكون الألم عنده مشكلة حقيقية. يعني بتذكر مريض إجا ألم الشخص ما بيحكي ما بيقول آخ، بس دمعة العين تنزل من عينه وطلع عنده احتشام صريخي بدون أي شيء. وفي ناس تيجي بتتوجع من ألم شديد جدا وبيطلع شكيتها بسيطة. فإذا كمان عرض المريض بيكون كثير متوه. بالتعريف الألم البطني الحاد هو الألم الشديد اللي بيجي بشكل مفاجئ وبيمنع الشخص من الحركة بشكل حقيقي. ونحن عندنا قاعدة ممكن هي تتغير بنهاية المحاضرة مثل ما نشوف، كل ألم بطني حاد شديد بيستمر أكثر من 6 ساعات يجب أن يكون رأي جراح بجوار رأي طبيب الداخلية. المهم بهذا بتشخيصنا لألم البطن الحاد هو نحن كيف نتعرف على هاي الحالة ونميز الحالات الجراحية من الحالات الهضمية ونقدم لها التشخيص المناسب والعلاج المناسب. طبعا نحن بنص بشكل سريع لمص الأشعة، كل حالة ألم بطن حاد بهمنا القصة المرضية ونوع الألم، شدة الألم، القصة العائلية، بهمنا الفحص السريري العادي، وبالإضافة للفحوصات المخبرية السي بي سي والأميلاز، الشغلات الإسعافية فقط مع تخطيط العضلة الكهربائية. هذا هي طبوغرافية البطن، ألم البطن الحاد. هي صورة دائما لازم تظل بمخيلة أي طبيب هضمي أو أي طبيب يمارس بالإسعاف. نحن كيف نقسم البطن؟ كل ربع أو كل ثلث أو تسع من أجزاء البطن هاي الألم العضو اللي مناسب إلى حتى نقدر نقارب ونقاطع معلومات مع بعض ونوصل لتشخيص نهائي. مثلا بالشرسوف القرحة المثقوبة والتهاب البنكرياس الحاد، بينما بالمنطقة الخثلية عندنا الحمل الهاجر، انفتال المبيض، وعندنا الانفتال الخصي. كل ربع كل قطاع نحن هذا نضلنا حافظه ببال الطبيب. وكيف تقسيماته بالواقع على بطن المريض وكيف تقسيماته الشعاعية؟ منطقة ما حول السرة تمتد من الفقرة الظهرية القطنية الأولى للفقرة القطنية الخامسة، هي منطقة ما حول السرة اللي ممكن تكون بداية الألم التسلخ الأبهر والحالات الحادة أو بداية الألم التهاب الزايد الحاد. إذا هاي الصورة لازم دائما تظل بمخيلتنا.
ننتقل للفحوصات الشعاعية اللي هي ندوي عن الأشعة، فبنقارب من ناحية شعاعية. دائما الصورة البسيطة، نحن قدام الزخم الشعاعي اللي أخذناه اليوم من رنان وطبقي محوري ورنين، بنرجع للشيء نحن العملي البسيط، الصورة الشعاعية البسيطة سواء صورة بطن أو صورة صدر، بنعرج شوي على الألترا ساوند، وبالأخير بنلقي نظرة على بعض المفاهيم الطبق المحوري. طبعا الصورة البسيطة كثير مهمة جدا، نحن بالنسبة للحياة الإسعافية بتعطينا فكرة عن انسداد الأمعاء، عن الثقبات الحشوية، عن الأجسام الأجنبية إذا كان فيها الطاعون الأجنبي، عن المشاكل الكلوية والحصوية. صورة الصدر البسيطة إجراء بسيط نوعي هام جدا بالنسبة لنا بمقاربة الألم البطن الحاد، لأنه بتميز لنا عن ذوات الرئة القاعدية، وكمان تعطينا فكرة عن انسباب جنب سواء اليمين أو اليسار. ممكن يكون يجينا عن التهاب بنكرياس حاد مع انسباب جنب أيسر، ونحن قدام حالة التهاب بنكرياس نخري شديد، صرنا بنفكر بده يصير التفكير تقاطعي. ممكن نشوف هلال تحت الحجاب، هذا سبب نعرج عليه بيعطينا فكرة أنه ممكن نحن قدام التقاط حشا أجوف. هذا الهلال تحت الحجاب، إذا نحن الهلال تحت الحجاب ما قدرنا نميزه أو كان دقيق جدا، ممكن نضطر للوضعية ناخذ الصورة من الاتجاه الجانبي لنقدر نميز الهلال أو الهواء ونفصله. طبعا لازم يضل بمخيلتنا أنه في توزع الهواء طبيعي بالبطن بالصورة البسيطة، غاز بالمعدي أو بعض العرى المعوية أو غاز بمنطقة المستقيمة والسين. هذا توزع هواء بسيط ما له أي. لما بيكون الهواء أو بنفكر بهواء ضمن البطن، لازم نفكر بأنه نحن قدام انتقاب حشا أجوف. على رأس هذه الانتقابات هو انتقاب القرحة أو انتقاب الرتوج أو سرطان منتقب أو رضي بأداء طاعنة. وأحيانا بيكون مريض عمل جراحي ويكون مش مارق على العمل الجراحي من خمس أحيانا لأسبوعين، بنشوف الهلال أو هلال أو ما يشير للهواء ضمن البرتوان. الشيء الثاني أنه الزايد المثقوبي قليل ما بنشوف نحن هلال أو هواء ضمن البرتوان بالزايد المثقوبي لأكثر من. هاي أمثلة على الهواء الصغير اللي بنشوفه بأماكن بدنا نفكر فيها، هواء ضمن الطرق الصفراوية، هي حالة حادة. هلا راح نعرج على حالة مرقت معنا من كم شهر، قلت لكم كيف الهواء ضمن الطرق الصفراوية شو اكتشفنا بعدين. أو ممكن بعد إجراء RCP مثل عم نشوف هواء بالطرق الصفراوية، هواء بالحوض، هذا نتيجة انتقاب رتج خلف البرتوان، هواء منتشر بكامل البرتوان عند طفل، هذا منظر الفوتبول، حالة يكون إسعافية شديدة. هواء بشكل القبي تحت الحجاب الحاجز مباشرة، هذا مكان غير نموذجي للهواء، فنفكر بانتقاب. الشيء الثاني الهواء اللي نحن كثير بنشوفه بالممارسة العملية، هواء تحت الحجاب الأيمن، هواء معناه أن نحن قدام حالة انتقاب، هي أكثر من حالة، بس في حالة أحيانا تختلط علينا اللي هو متلازمة شيليتس أو الساندروم اللي بيكون فيها ما في انتقاب، بيكون الهواء أو العرى المعوية طالعة فوق الكبد وبتبين مثل الهواء تحت الحجاب، بس بميزة أنه الهستوريشن موجود، الهواء ضمن الهستوريشن ما فيها التوزع اللي نشوفه بالهواء تحت الحجاب. هاي المقارنة بين الصورتين. طبعا احنا لما نكون عندنا حالة التهاب بنكرياس حاد وطلبنا صورة بطن بسيطة وشفنا هالمنظرين المرعبين العروة الحارسي، فنحن قدام معناتها التهاب بنكرياس حاد شديد نخري حتى تنقطع وتعمل منظر العروة الحارسي اللي نحن شايفينه بالصورة البطن البسيطة. الشيء الثاني اللي نحن نشوفه بصورة بطن بسيطة هو الانسدادات، في انسدادات أمعاء دقيقة وانسدادات أمعاء غليظة، وهي الصورة اللي نميز بين الانسدادات الدقيقة والغليظة، إنه نحن باللبس بالدقيقة بتكون عديدة بينما بالغليظة قليلة العدد، التوزع بيكون مركزي بالدقيقة محيطي بالغليظة، قطر العروة المعوية بيكون أقل من 3 إلى 5 سنتيمتر بين 3 إلى 5 سنتيمتر بالنسبة للسمول، بينما بالغليظة بيكون أكثر. الهستوريشن مثل ما احنا شايفينه بيكون قطر الهستوريشن رقيق أو قليل، بينما بالكولونات بيكون قطر الهستوريشن كبير. بعدين منظر اللولو أو عقد اللولو اللي بنشوفه نحن بانسدادات الأمعاء الدقيقة.
هذا منظر لصورة انسداد مع دقيقة. هاي الحالة اللي قلنا عنها لما شفنا هواء ضمن الطرق الصفراوية سابقا، المريضة هاي مشي 5 أشهر، مريض كان عمره 75 سنة، اجى بألم بطني حاد، بين بصورة بطنه في انسداد، بين بليكو معنا عروة معوية متسمكة، لقينا في ظل بالحوض، تم الفتح الجراحي على اساس فتح استقصائي مات، بين معنا انه ممكن يكون تيومر بعمر الاول واحتشام سريقي بعمره 75 سنة. رجعنا بالقصة الراجعة انه عنده قصة مرارة محصات، تبين بعد الفترة انه الظل المتكلس مع الهواء بالطرق الصفراوية بعد عمل جراحي، تفاجأنا انه فحصات كبيرة بدسام بوهم عامل انسداد معه. هاي الصورة لانسداد مع دقيقة. الصورة الإسعافية الثانية والحالة الإسعافية الثالثة اللي ممكن نشوفها بالصورة البسيطة هي الانفتالات. وأشهر مكانين للانفتالات هو الانفتال السين وانفتال الأعور. المميز بانفتال السين إنه بينفتل بنقطة معينة، بياخذ محور، بياخذ اتجاه باتجاه الأعلى والأيمن. بينما انفتال السين بعد ما تلف العرى المعوية بياخذ أكثر من اتجاه. الشيء الثاني نحن ممكن نشوفه بانفتال السين الشكل اللي بيشبه حبة القهوة. وهذا شكل آخر لانفتال السين. هاي الصور الثانية اللي ممكن نحن نستفيد منها بصورة بطن بسيطة بعدنا. لو نطلب صورة ممكن نشوف حصات بالحالب، ممكن نشوف أم دم أبهرية، تكلس لأم دم الأبهرية، حصات المرجانية بالكلية، لما بيجي ألم بطني حاد، ألم حاط يده على خصوته ممكن تطلع حصات كلوية. إذا بتلاحظوا هاي هون ظل التكلس على جدار المرارة، وهذا منظر ممكن أحيانا نشوفه حصيات ضمن المرارة. هلا هاي الشكاية ألمية حادة، نحن ممكن نلجأ للإجراء الثاني اللي ممكن الرخيص والبورتابل والديناميك والوقتي في نفس اللحظة، اللي هو الالترا ساوند. اجراء رخيص ديناميك، فينا نكون فيه بشكل سريع، وفيدنا باكثر من شغله، انه يكون في عنا رد على البطن بالتقرير السريع اسمه فاست بي بي او 4 بي، يكون عنا شك التهاب مراره او مشكله بالطرق الصفراويه او مشكله بالطرق الكلويه، واحيانا بيفيدنا كثير بالتشخيص التهاب البنكرياس اذا كان في علامات وصفيه والتهاب الزايد وانغلاف الامعاء. فممكن هاي الاجراءات مع الدوبلر حتى الأمهات الدم ممكن تفيدنا، تعطينا فكرة مبدئية وتساعدنا بالتشخيص وأخذ القرار السريع. هاي الصورة لمرارة ملتهبة مع حصات محصورة بعمق المرارة أو حصات بالقناة الجامعة. هاي الصورة بتفيدنا بأفات الحوض عند النساء الحمل الهاجر أو انفتال مبيض أو خصي مع الدوبلر. هاي الاول هيدرونفروس او الاستسقاء الكلوي. هاي صوره اخرى للمراره، هاي صوره لام الدم الابهريه اذا في عنا دوبلر ومتمزق. هاي صوره لحمل هاش. مثل ما قلنا ممكن احيانا بالتروما نستعين بالاجراء السريع للفور بي، ونشوف اذا في سائل حر بالمسافات هاي. مجرد ما شفنا سائل حر بعد رضع البطن أنا نفكر انه ممكن صار في عنا تمزق حشو حول تحت الحجاب الحاجز او تحت بالشرسوف او جانب الطحال او بالحوض. ممكن احيانا اذا كانت الامور ملائمه نقدر نشخص التهاب الزايده اذا قدرنا نشوف الزايده او علامه التارجت او علامه الهدف والدريئه، لما نشوف قطر الزايده اكثر من 6 ملم او نشوف الكثافة نسيج الشحمة. ممكن أحيانا ممكن نشوف الفوسيلس أو الحصاد ضمن الزايدة، وإذا كان متوفر الدوبلر نشوف فرط التوعية. وانغلاف الأمعاء الحالة الثاني ممكن أحيانا في انغلاف الأمعاء مثل حكوا الزملاء عند الأطفال ممكن نشوف منظر الكلي الكاذب بالحوض بالمقطع الطولاني، هذا بيقولوا له سودو كدني أو سودو. الإجراء الثالث اللي ممكن نلجأ له وأقل شوي هو السيتي. السيتي ممكن أحيانا بالتهاب الزايد كان في لبس أو بالتهاب الرتوج، وهو مفيد جدا بالتهاب الرتوج الحاد أو بتمزق الأبهر الحاد. بعض حالات الانسدادات لما ممكن نطلب الطبق المحوري إذا كنا متشوشين بالتشخيص. طبعا
الطبق المحوري بداياته كانت من اجل الاعضاء اللي خلف البرتوان، وعلى راسها كان البنكرياس. والبنكرياس بالنسبه لنا كمتابعه بيفيدنا كثير منشان تقييم الاصابه، حتى هي احيانا تعتبر من المشعرات التشخيصيه اثناء القبول. فاذا لقينا منظر الودمي او غياب الحافه العضله السداديه فممكن احنا كثير نشوف نتوقع الانذار السيء او الاصابه شديده. هي صور مختلفة لالتهاب بنكرياس بسيط، من بنكرياس طبيعي لبنكرياس متودم لبنكرياس متنخر بشكل شديد لكيسي كاذبة بالبنكرياس. الحالة اللي شفناها الأبهر لوم دم الأبهري لما طلبنا طبق محوري بيانت، لما نزلنا بالمقاطع بين معنا التمزق والتسلق وهي حالة إسعافية حادة سريعة. هالفت الغاص المختنق والانغلاف بالطبق المحوري. الشيء اللي بدنا نشوفه نحن بالنسبه لنا التهاب الرجة الحاد بنشخصه سريريا وبنرجع للطبق المحوري لنكد التشخيص. ما فينا نحن ننظر مضاد استطباب مطلق نعمل تنظير لما يكون في عنا شك التهاب رتج، لانه هذا ممكن يصير في عنا بيرفوريشن. فبنرجع لاجراءات اخرى اذا كان عنا شك فبنرجع للطبق المحوري، ونحن بنسميها الزايده اللي بالجهه المعاكسه، وبتعطي نفس المنظر اللي نحن شايفينه مثل علامة الدريئة. هاي الزايدة فوق للمقارنة وهاي التهاب الرتج، وبتعطي سريرية نفس العلامات بس بدل ما تكون على اليمين بتصير على اليسار. ها منظر ثاني للتهاب الرتج حاد، في علامة مميزة حلوة عجبتني، علامة الدوام اللي بيشوفوها بالانغلافات. ولما نطلب الطبق المحوري بانغلاف تشوفوا علامة الدوامة اللي بتنفت العرى المعوية لتعطي منظر الدوامة. اللي بهمنا نحن من كل هالسرد أو من كل هالخلاصة العملية والسريعة إنه نحن بالنسبة لألم بطن الحاد كأنك عم تصطاد أو تلولو ببحر وفي عندك شرائك كثيرة عم بتعيقك، فبنضطر نستعين على السريريات والقصة السرية المفصلة والفحص السريع والإجراءات المخبرية والإشعة اللي حتى تساعدنا. ولازم يضل ببالنا الإجراءات قدام أي ألم بطني حاد، قرحة مثقوبة أو التهاب زايد حاد أو التهاب رتج أو انسداد أمعاء أو التهاب بنكرياس حاد أو تمزق أم دم أو الإسكيميا أو التهاب المرارة الحاد بشكل شائع. هذول أكثر من الشيء المطلوب الثاني هو التعاون. نحن قلنا القاعدة الأولى انه كل الم بطني حاد استمر اكثر من 6 ساعات يجب ان يكون الجراح بجوارنا. نحن ممكن نضيف هاي بنهايه الموضوع انه نحن حتى نقدر تزيد نسبه ازدياد اللولو تبعنا نقدر نحصل على نتائج افضل لابد من اخذ الراديولوجيست يساعدنا بالقرار بالاضافه لراي المخبر لناخذ قرار نهائي لنقدر نكون نقدر نتوصل لتشخيصات سريعه. وها منظر لمحافظتنا، واهلا وسهلا فيكم وشكرا لصاحبكم. شكرا لكم سنين على المحاضره. اي سؤال؟